من الإغريق للهكسوس للفراعنة للرومان أخيراً الأقباط وأخيراً الفتح الإسلامي، كل الحضارات دي توقفت هنا في مدينة البهنسة، وإحنا لينا حلقة خاصة جداً في هذه المنطقة الجميلة جداً في التاريخ الإسلامي، البقيع الثاني أو منطقة البهنسة الغراء. حلقة جميلة جداً، أتمنى تستمتعوا معنا. على الله توكلنا. بهاء النساء أو البهنسة مدينة من أعظم المدن في العالم الإسلامي، ولكن خلينا قبل ما نتكلم عن البهنسة نديكم نبذة عن تاريخ مصر العظيم. مصر اسم عظيم، أول ما تسمعه بيجي في ذهنك الحضارة والتاريخ والأثار القديمة، ومش محتاج أتكلم كتير عن مصر وأقولك أن مصر هي أم الدنيا، لأن الكلام ده كلنا عارفينه. ومش هنتكلم برضو عن الحضارة اللي موجودة فيها، لأن مصر مش هي اللي صنعت الحضارة، ولكن الحضارة نفسها جت بعد ما جت مصر. فمصر بلد عظيم ذكرها ربنا في القرآن الكريم، ووصى عليها النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكمان مصر كانت بلد سيدنا إدريس وسيدنا موسى، ودخلها برضو سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا عيسى مع السيدة مريم عليهما السلام. وأنبياء كتير زاروا مصر، وده اللي خلى مصر في مكانة دينية عظيمة. ولو اتكلمنا عن العلماء في مصر فيكفينا الأزهر الشريف، المنارة الأولى في العالم العربي والإسلامي. خلاصة الكلام إننا لو قعدنا 100 سنة نتكلم عن أرض مصر مش هنوفيها حقها، ويكفينا قول المولى تبارك وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ودلوقتي نرجع للبهنسة علشان نتعرف على البقيع الثاني وقصة 5000 صحابي. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية في الدولة المصرية. حديثنا النهاردة هيكون عن مدينة البهنسة، ومش محتاجين نتكلم كتير عن البهنسة قبل الفتح الإسلامي، لأننا متفقين أن مصر كلها كانت مركز الحضارة في العالم على مر العصور المختلفة، والبهنسة بالتحديد كان ليها أهمية استراتيجية في كل الحضارات اللي حكمت مصر، لدرجة ان الفراعنة اطلقوا عليها اسم البرمجيد او برمجيد، واللي بيعني الصولجانات الذهبية. وفي عهد اليونان كان اسمها اكسير نخوس، يعني سمكة المزدة. ولما جه الاقباط سموها مدينة بانجا، واخيرا لما جه الرومان سموها مدينة بهاء النساء، وده نسبة لبنت الحاكم بطليوس. ويقال ايضا في بعض الروايات التاريخية ان اسم الحاكم ده كان بطليموس، ولكن يهمنا بنته اللي تسمت عليها اسم المدينة، وكل الاسماء اللي تسمت بيها مدينة البهنسة دي كوم، والاسم اللي جاي ده كوم تاني خالص. اطلق التابعين واهالي المنطقة على البهنسة اسم مدينة الشهداء، وده طبعا نسبة لكثرة الشهداء من الصحابة والتابعين في هذه الأراضي المباركة. والسبب ده اللي خلى الإمام الحسن البصري رحمه الله أول ما يدخل حدود البهنسة يخلع نعليه، ولما سألوه انت ليه خلعت الحذاء قال لهم ان هذه الأراضي سالت عليها دماء الصحابة الكرام، فكيف أسير عليها بحذائي. ولما دخل شيخ الأزهر السابق الدكتور عبد الحليم محمود أيضا خلع نعليه، ولما سألوه جاوب بنفس إجابة الإمام الحسن البصري رحمه الله، ومن حين لآخر بتذهب بعثات أزهرية لزيارة مدينة البهنسة. وفي الوقت اللي كنا بنصور فيه الحلقة كان موجود بعثة سياحية من الهند، ومن كل البلدان الإسلامية بتيجي أفواج سياحية لزيارة مدينة البهنسة، وده طبعا لأهمية البهنسة من حيث الأصالة والتاريخ. تاريخ البهنسة مش بس كان ليه قيمة في العهد الإسلامي، بالعكس تماما تميزت مدينة البهنسة على مر العصور. فمثلا في العهد الروماني كانت البهنسة مركز لتجميع القمح وترحيله إلى روما، وكمان تم العصور على أكثر من 60 بردية في داخل البهنسة، وده بيدل على أهمية البهنسة في عهد الفراعنة. وازدادت أهميتها عند الأقباط لكثرة الكنائس اللي كانت موجودة فيها قبل دخول الفتح الإسلامي. وأخيرا لما وصل المسلمين البهنسة بقت مدينة الشهداء لما ارتوت بدماء
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وبتبدأ حكاية فتح البهنسة في عام 22 هجرية، لما طلب عمرو بن العاص من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إنه يفتح صعيد مصر. وهنا بتيجي رسالة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمرو بن العاص، بيقول له فيها لو عايز تفتح صعيد مصر فأهم مدينة هي مدينة البهنسة، وتاني مدينة هي مدينة أهنسيا، فلو فتحت المدينتين دول انت كده ضمنت صعيد مصر. وبالفعل جهز عمرو بن العاص جيش كبير، وعلى رأس الجيش كان الصحابي الجليل خالد ابن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه، واللي كان مشهور جدا خاصة انه دخل في اكتر من 90 معركة ولم يهزم في واحدة منهم، وتقدم الجنود المسلمين وكان عددهم 10,000 مقاتل. وعلى الناحية الثانية كان الروم مجهزين 250,000 مقاتل من البهنسة وإهناسيا والأشمونية والنوبة، لدرجة أنهم بعتوا رسالة للسودان بيطلبوا فيها المدد منهم. وبالفعل كون الروم جيش كبير جدا قوامه 250,000 محارب. ووصلت أخبار التجمع الهائل للرومان في البهنسة، فطلب خالد بن الوليد من عمرو بن العاص مدد، وهنا يطلع عمرو بن العاص بنفسه على رأس المدد اللي هيحارب الرومان. وبالفعل يتجمع المسلمين في منطقة الجيزة ويتوجهوا لصعيد مصر وبالتحديد للبهنسة، وفي الطريق بتحصل معارك عابرة بينتصر فيها المسلمين على الرومان، والانتصارات دي رفعت همة الجيش الإسلامي، خاصة ان الرومان كان عددهم 250,000 مقاتل والمسلمين كان عددهم 12,000 أو 14,000 مقاتل بعد المدد اللي جابه عمرو بن العاص. وأثناء الطريق تحديد في دهشور خرج الرومان لملاقاة المسلمين قبل وصولهم للبهنسة، فقابل فرقة من 200 فارس مسلم بقيادة ضرار بن الأزور 10,000 جندي روماني، وللأسف ينتصر الرومان على 200 فارس نظرا للكثرة العددية، ويؤسر ضرار بن الأزور مع بعض الجنود المسلمين، ولكن يتمكن واحد من المسلمين انه يهرب ويرجع لجيش المسلمين، فيطلع خالد بن الوليد سرية من الجيش الإسلامي، وبالفعل تتمكن السرية الإسلامية من قتل الحمية الرومانية وتخلص المسلمين من الأسر، ويرجع ضرار بن الأزور مع السرية المسلمة بعد ما قتلوا كل الحامية الرومانية. وفي اليوم الثاني ولما وصلت الأخبار للجيش الروماني بأن المسلمين انتصروا على 10,000 جندي من الرومان، جهز الروم جيش كبير جدا وقسموه لخمس صفوف، كل صف فيه 40,000 مقاتل، ده بجانب أكتر من 100 فيل، كل فيل عليه 10 من الرجال السود ومعاهم السهام والرماح. ولما وصلوا لمكان المعركة خرج بطريق ومعاه واحد من العرب النصارى، وقالوا يا أيها العرب أخرجوا إلينا أميركم، فخرج خالد بن الوليد وتقابل مع بولس كبير أساقفة الصعيد، فقال بولس لخالد بن الوليد اعلموا أيها العرب أن هذه الأرض لم يدخلها أحدا إلا خرج منها خاسرا. فرد خالد بن الوليد وقال له إما أن تسلموا لله عز وجل وإما الجزية، فإن أبيتم فالحرب بيننا وبينكم. وبعد الحوار ده غدر الأسقف بخالد بن الوليد وأمر فرقة من 200 فارس روماني إنهم يقتلوا خالد بن الوليد، ولكن ركب خالد بن الوليد الحصان ومعاه سيف في إيده اليمين والسيف في إيده الشمال، وبدأ يحارب ال 200 فارس بمفرده. وهنا يحس ضرار بن الأزور بالمكيدة الرومانية، فيخرج معاه سليمان بن خالد بن الوليد والفضل بن العباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا وعبد الله بن المقداد وجماعة من الصحابة ويحاموا على خالد بن الوليد. وهنا بالتحديد تبدأ معركة مرج دهشور، معركة من أشرس المعارك في التاريخ الإسلامي، ويبدأ عمرو بن العاص في تقسيم جيشه مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة، وهنا يبدأ الروم بالهجوم الكاسح على المسلمين. وعايزك تتخيل أن أكثر من 200,000 مقاتل رومي بيهجموا على 14,000 مسلم مقاتل، وبدأت المعركة واشتد القتال، وبدأ الالتحام القوي بين الجيشين، وبالإضافة إلى الأعداد الكبيرة جدا للجيش الروماني كان بيصطحب الرومان أكثر من 100 فيل. وهنا يغامر البطل مفرد ابن عيينة الفزاري ويضرب الفيل اللي كان متقدم الفيلة نحو الجيش الإسلامي بسهم، فأصاب السهم ده عين الفيل، فيهيج ويرجع على الجيش الروماني بعد إصابة عينه ويتبعه باقي الفيلة، ويتحول الفيل من سلاح ضد المسلمين إلى سلاح ضد الرومان. وهنا يقف البطل مفرد ابن عيينة الفزاري وينادي على قبيلة بني فزارة وقبيلة بني عبس ويقول لهم عليكم بخراطيم الفيل
الفيلة ويتوجه القبيلتين دول على الفيلة ويقطعوا خراطيم الفيلة اللي هي زلومة الفيل، فتهيج الفيلة وتبدأ تقتل في الجيش الروماني. وصدق الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قتلت الفيلة كتير جدا من الجيش الروماني، ولكن احنا قلنا ان الرومان كان عددهم اكتر من 200 الف جندي، وبعض المؤرخين بيوصل بعددهم ل 250 الف مقاتل، فمهما مات منهم يفضل عددهم اكبر بكتير جدا من الجيش المسلم. وبعد هروب الفيلة بدأ القتال الشديد بين الصفين، واستمر القتال لحد غروب الشمس وانفصل الجيشين كعادة الحروب القديمة، وبدأ الالتحام القوي في اليوم الثاني من المعركة بعد الخطبة التحفيزية اللي ألقاها عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، واللي قال لهم فيها انكم لو انتصرتوا على الرومان في المعركة دي هتكون نهايتهم، ومش هيبقى للرومان اي قوة تذكر بعد كده. وفي الوقت ده خرج الفضل بن العباس على الجيش الروماني بيطلب المبارزة، ولما وصل لمسافة قريبة من الروم خرج له 30 فارس روماني، فرجع الى معسكر المسلمين علشان خاطر يستدرج ال 30 فارس روماني، وبالفعل استدرجهم لحد لما وصلوا قريب من الجيش المسلم، وبدأ الفضل بن العباس يبارز ال 30 فارس واحد واحد، وقتل منهم 20 ورجع 10 فرسان لجيش الروم خوفا من الفضل بن العباس رضي الله عنه. وكان موقف الفضل بن العباس ده مجرد استعراض عسكري أظهر فيه المسلمين قوة فارس من فرسانهم، وارتفعت همة المسلمين وظهرت بطولة الصحابة الكرام في تاني يوم من معركة مرج دهشور. ولكن الروم اخترعوا سلاح جديد ضد المسلمين، فيا ترى ايه نوع السلاح اللي اخترعه الرومان، وازاي اتصرف المسلمين معاه، وازاي جت قصة السبع بنات، ومين هم الصحابة الكرام اللي توجهوا لفتح البهنسة بعد معركة مرج دهشور، وازاي ادار خالد بن الوليد وعمر بن العاص معركة مرج دهشور، ومين هو الصحابي صاحب خطة الجمال المحاربة بالنار، وازاي انتصر الجيش المسلم على الروم في حين ان الجيش الروماني كان عدده 250 الف محارب وعدد جيش المسلمين كان 14 الف بس. تفاصيل كتيرة جدا هنستعرضها مع حضراتكم في الحلقة الجاية بإذن الله في الجزء الثاني من حلقة البهنسة، فانتظرونا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله